السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم ثاقب إن كل نفس
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. قادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Yeah.
الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. أكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.